السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. إطلاق دليل عملي متعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى، وأسواق الأضاحي تفتح أبوابها في التزام بالإجراءات الاحترازية. النموذج من سوق الماشية بتطوان. البناء الترفيهي للسعيدية يستعيد تدريجيا ميناميته ويستأنف أنشطته الترفيهية والبحرية والرياضية. وجهة سياحية تساهم في تقوية العرض السياحي بالجهة الشرقية. أوراش متواصلة بالعالم القروي لفك العزلة وتمكين الساكنة من الولوج للخدمات الأساسية. إقليم شيشاوا من بين الأقاليم التي همتها هذه الأوراش الرامية لفتح المسالك الطرقية الجبلية وتوسيعها. مع اقتراب عيد الأضحى أطلقت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشكل مشترك دليلا عمليا يتعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى. ويحدد هذا الدليل الذي يندرج في إطار التحضيرات لعيد الأضحى التدابير المتخذة للتنظيم وتدبير وسير الأسواق والفضاءات المهيئة المتعلقة ببيع الماشية الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين مع اعتماد المراقبة الصارمة للتدابير الصحية الوقائية من مخاطر عدوى كوفيد-19 وكذا تدبير الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة قبل وخلال يوم العيد. ويتضمن الدليل أيضا إجراءات إضافية خاصة بالأسواق المؤقتة خلال عيد الأضحى والإجراءات المتخذة يوم العيد من قبل الجزارة وعموم المواطنين وكذا الإجراءات الخاصة بالمهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى. بتوفير مختلف التدابير الاحترازية لمنع انتشار كوفيد-19 يفتح سوق بيع الأضاحي بتطوان أبوابه في وجه الكسابة لعرض ماشيتهم ولعموم المواطنين لاقتناء الأضاحي دون إغفال الالتزام بوضع الكمامات داخل السوق والحفاظ على التباعد حماية للجميع. الصورة من سوق الماشية بتطوان في روبورتاج فنا شاكر العلوي خديجة زروال وعبد العالي جنوني. بسوق بيع أضحية العيد بتطوان وفي ظل استمرار الوباء، الكسابة والمواطنون مدعوون للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل السوق الذي أقيم باحترام معايير السلامة الصحية على مساحة تفوق 4 هكتارات. من ناحية ديال العرض فالعرض متوفر وكاين الجودة وكاين التنوع ديال السلالات والأزمنة فهي تناسب جميع الشرائح ديال المجتمع. سلالات متنوعة من الماشية وعرض وفير بسوق بيع الأضحية بتطوان لأجل تلبية طلب جميع الزبائن الذين يستحسنون وضعية السوق بما يتميز به من معايير السلامة الصحية. احنا جينا من منطقة ديال إفران، منطقة ديال تيمحضيت، السلالة ديال تيمحضيت، جبنا هاد الحوالة عندنا واكلين العشبة وواكلين العلف مزيان، وكل هنا كل عام كنجيو لهاد السوق هذا ديال تطوان. الحمد لله السوق راه منظم وكاين الاقبال والناس يخرجوا. انت ما تشوف بالنسبه للاثمنه كاين 230 220 210 بالنسبه انت تشوف الحول كي داير يا بالنسبه راه كاين شويه الثمن طيح شي شويه. يعني داك الشيء في المستوى بالنسبه للتنظيم يعني كان يعني جد منظم الحمد لله، وحتى الاسعار يعني في المستوى الحمد لله يعني كاين شويه هكا كلها على قد جهده. عرض وفير من الماشية بتطوان إذن تعززه تدابير المراقبة التي تحرص على سلامة مرتدي السوق والكسابة وأصحاب المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى لضمان الأمن الصحي للجميع في زمن الجائحة. حرب الطرق ببلادنا تخلف المزيد من الضحايا. بوزان خلف انقلاب حافلة على مستوى منطقة بريكشا وفاة شخص واحد وإصابة 22 آخرين تم نقلهم لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان. فرنا شكر العلوي عبد العالي جنوني وعبد الحنين جميعي. الصور هي للحافلة التي تعرضت لحادث خطير على مستوى جماعة بريكشا بإقليم وزان حوالي الساعة 3 صباحا من يوم الأربعاء بعدما زاغت عن الطريق مما أدى لوفاة شخص واحد وإصابة 22 آخرين والذين تم استقبالهم بالمستشفى الإقليمي بوزان لتلقي العلاجات الضرورية. استقبلنا عدد 22 حالة، الحالة 8 فيهم اللي كانت شوية حرجة إلى متوسطة. تم اجراء 4 عمليات جراحيه في هذا المطرف الطبيب ديال العظام،
تم تدخل جميع الاختصاصات على مستوى المستشفى. حاليا راهم الحالات مستقرين، وكاين واحد ثلاثه الحالات اللي كانوا شويه غراف، كانوا دي تروما كرانيا، ولكن الحمد لله كيحتاجوا غير لا سيرفيونس، ما وصلوش للانعاش. الباقي كما شفتوا راهم تحت المراقبه واحد المده على الاقل 48 ساعه، ومن بعد على حساب ليفولوسيون غنشوفوا ان شاء الله شنو كاين. اسباب هذا الحادث وظروفه تعود للسرعه المفرطه وفقدان السائق للسيطره على المقود بسبب الارهاق، بحسب روايه المصابين من ركاب الحافله الذين يتلقون العلاج بمستشفى ابي القاسم الزهراوي بوزان. تعشينا في الجرف، ركب فات الجرف شي شويه وهو بقى يمشي ويجي. هذه بعدا الاولى شويه، عاوتاني تواقد، فاش تواقد عاود زاد شي شويه وهو تيديه النعاسه في الكار تقلب على جوج. من الديبار كانت السرعه غريب، ما شي حاجه اللي انكسبتابل، وتلقينا راسنا لقيت هنايا في الطبيب، ما عقلتش على راسي حتى لقيت راسي خرج شي حاجه غراف ما نقدرش نوصفها لك، فهمتيني ولا لا؟ وكنحمد الله اللي ربي خلانا صحيحتنا، ولي على هذا القضاء اللي جابوا لنا الله مرحبا به. مرة أخرى تدق هذه الحادثة بوزان ناقوس الخطر لتلزم مستعملي الطريق بمزيد من التأني، فالسرعة تقتل. الميناء الترفيهي للسعودية من بين أجمل موانئ الترفيه بالبحر الأبيض المتوسط، بنية تحتية عصرية تساهم في تقوية العرض السياحي بالجهات الشرقية. هذا الفضاء السياحي يستعيد تدريجيا ديناميته بعد فترة التوقف بفعل جائحة كورونا، ويستأنف أنشطته الترفيهية والرياضية والبحرية. ريبورتاج هدى مسهل، سهام بخليفي ورشيد عتابي. بين روعة البحر الأبيض المتوسط وزرقته تمتد مارينا السعيدية داعية زوارها إلى عالم الراحة والاستجمام. بنيات استقبال عصرية توفر متعة اكتشاف البحر في محاولة لاستعادة توهج الميناء الترفيهي. تنطلق الأنشطة شيئا فشيئا. السيد إدوارد يعيش بالسعيدية منذ 30 عاما وينظم الرحلات البحرية الترفيهية منذ سنوات. يحرك قاربه الترفيهي بعد فترة التوقف التي فرضتها الجائحة. أنظم رحلات بحرية ترفيهية من أجل اكتشاف البحر والقوارب الشراعية ومن أجل السياحة أيضا، والزوار سعداء بذلك. احنا مسكن مدينة السعيدية، صديق ديالنا إدوار عنده هذا الباطو كيعرض علينا دو طون زون طون، كنخرجوا معاه بور فار اون بالاد ايسي على مير، مي تو سا فا بيان. تقدم مارينا السعيدية إذن متعة من نوع خاص لزوارها، وذلك بالنظر لتعدد الأنشطة الرياضية والبحرية التي توفرها. فبين هواة التزلج على الماء وركوب القوارب الشراعية وغيرها يتوزع مرتادو الميناء الترفيهي للسعيدية. أمين يستعد هنا لجولة مطلية بحرية، رياضة يمارسها باستمرار ويجد فيها متعة وإثارة. كان جي لا مارينا هنايا دو طون زون طون باش نمارس هاد الرياضه، كاين لي باطو لي جيت سكي باراشوت. بالنسبه لي كليون كيجيونا على حساب، بعد مرات كيشدوا دي رونديفو كيعيطوا لنا، كنوجدوا لهم الباطو، كيمشيو يديروا دي برومونات كنخرجوهم جيت لا مير روج ليها، كاين اللي كيدير باراشوت، كاين اللي كيدير جيت سكي، كاين حتى لي كواد اوسي. توفر مارينا السعيدية عروضا متنوعة من الأنشطة والخدمات تمنح الزائر التسلية والترفيه. هذا المتجر يعرف بالمنتوج السياحي للمحطة الشاطئية ويسوق للسياحة بالجهة الشرقية، والتي تراهن هذه السنة على السائح المغربي 100%. ونحن موجودين بالنسبة للشروط الصحية تاع التباعد وكل شيء، ونتمناو ان شاء الله. انا عندي واحد الاحساس باللي راه غادي يكون اقبال، وخصوصا السياحه الداخليه. انا ديما كنقول السياحه الداخليه احسن حاجه، الا كنا كيجيو عندنا من كازا، من اكادير، من مراكش، ومن السعيديه ووجده يمشيو عندهم غادي نخدموا مزيان. وتوفر مارينا السعيدية أزيد من 850 مربضا لقوارب الترفيه، فضلا عن محلات تجارية ومطاعم والعديد من المرافق الترفيهية والخدماتية الهادفة إلى تنويع العرض السياحي بالإقليم.
الحديث أكثر حول هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد محمد حنفي مسؤول عن استغلال الميناء الترفيهي للسعيدية. أهلا بك سيدي. السلام عليكم سيدتي وشكرا على الاستضافة. مرحبا. مارينا السعيدية تستعيد أنشطتها تدريجيا محاولة إنقاذ الموسم السياحي، ما هي الجهود المبذولة بهذا الشأن؟ إذن كيف قلتي المحطة السياحية والميناء الترفيهي مارينا السعيدية تستعيد أنشطتها تدريجيا بعد رفع الحجر الصحي الذي دام تقريبا 3 شهور، رغم وكما العلم أنه الموسم الصيفي عادة ينطلق في منتصف شهر يونيو، إلا أن هذه السنة استثنائية إن صح القول، بحيث أنه انطلقت الموسم الصيفي في منتصف الشهر الحالي. فمباشرة بعد الترخيص لإعادة فتح الوحدات الفندقية التي تتوفر عليها المحطة السياحية والمقاهي وانطلاق الأنشطة الرياضية البحرية من كراء المراكب والدراجات المائية جيتسكي، لاحظنا إقبال كبير من طرف السياح المغاربة وسكان العمالات والأقاليم المجاورة لمدينة السعيدية وحتى نزل الداخل من جميع ربوع المملكة، دون أن ننسى أنه لا تزال مجموعة من الأنشطة متوقفة حتى النظر في إمكانية تأطيرها وجعلها ممكنة وموجودة. رعاية الحالي على السياحة الداخلية سيد حنفي هو الرافع لإنقاذ الموسم السياحي، كيف تنظمون العرض السياحي والترفيهي في ظل الجائحة خاصة ونحن مقبلون على عطلة عيد الأضحى المبارك؟ كما نعلم لا تزال الحدود البحرية المغربية مغلقة بالنسبة للسياح الأجانب أصحاب البواخر والمراكب الشراعية، بالإضافة إلى عملية مرحبا اللي كان الإلغاء ديالها، إذن وجب التأقلم مع الوضع الراهن والتركيز على السياحة الداخلية والقيام بمجموعة من الاستعدادات. هذه الاستعدادات ليست بالمهمة السهلة، بحيث في ظل الحالة الوبائية كوفيد-19 وجب العمل والالتزام بالتدابير الوقائية من وضع الكمامات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين هم في استقبال السياح والزبائن، احترام مسافة الأمان والتباعد، استعمال معقمات، كل ما تنص به منظمة الصحة المغربية في حفاظ على صحة المواطن وصحة المصطفين ورواد الميناء الترفيهي مارينا السعيدية والسعيدية كمدينة اللي هي مجاورة الميناء الترفيهي مارينا السعيدية. بالخصوص كما أشرت أن نحن على أبواب العيد الأضحى، عادة في هذه المرحلة من السنة كاين واحد الإقبال كبير ديال المغاربة اللي كيجيو يدوزوا مناسبات عيد الأضحى مع داويهم وأهليهم، وفي نفس الوقت كيستغلوا الشاطئ والأنشطة البحرية. دونك نتمنوا أنه تكون هذه التظاهرات تبقى كما كانت في السنوات اللي فاتت مع احترام والحيطة والحذر دائما. سيد حنفي، بالنظر إلى الإمكانيات والبنيات التحتية التي توفرها المارينا، ما هي القيمة المضافة التي تقدمها لنهوض السياحة في الجهة الشرقية ككل؟ هذه السنة ستكون سنة بيضاء بالنسبة للمهرجانات والحفلات التي ذأبنا على تنظيمها داخل مختلف مرافق المحطة السياحية. المحطة السياحية السعيدية بمينائها الترفيهي وحدتها الفندقية والملاهي المائية الأكوا بارك والمركز التجاري يوفرون متنفس ووجهة محببة للسياح، وذلك بتنوع وجودة أنشطتها مما جعلها تساهم بشكل مباشر في النهوض بالسياحة في الجهة الشرقية بشكل خاص والمغربية بشكل عام، كما تساهم أيضا في خلق مناصب شغل بالنسبة للآلاف من الشباب. مارينا السعيدية بمطاعمها ورياضتها البحرية وأنشطتها الرياضية على مستوى الشاطئ تعتبر تكملة للعرض الذي تقدمه المحطة السياحية، ونتمنى أننا نكون عند حسن استقبال ديال المصطفين ورواد مدينة السعيدية والميناء الترفيهي مارينا السعيدية. سيد محمد حنفي مسؤول عن استغلال الميناء الترفيهي للسعيدية، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من السعيدية. ونبقى بالمنطقة، مدينة بركان تشهد إنجاز ورش كبير للتأهيل الحضري تقدمت الأشغال به. هذا الورش يروم تحسين حركة السير وتحديث المجرى الحضري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. روبرتاج زبير برقاش وعثمان التاسي.
مشروع التأهيل الحضري سيعطي لمدينة بركان قيمة مضافة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتها الساكنة. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو المساهمة في تخفيف حركة السير والازدحام على مستوى المدينة، إضافة إلى تقليص مدة وكلفة تنقل المنتوجات على مستوى المحور الطرقي المهيكل الرابط بين مدينة وجدة والناظور، إضافة إلى المساهمة في التنمية المجارية والمساهمة في التوسع العمراني للمدينة. برنامج تأهيل المدينة يتضمن إنجاز الطريق المداري الحضري وفتح وبناء وتثنية الشوارع المهيكلة بها، وكذا إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز. الاتفاقية الشراكة بمبلغ 500 مليون درهم التي يتم إنجازها حاليا على مستوى المدينة تخص في محاورها أساسا محاور الطرقية، وكذلك إعادة تجهيز الأحياء ناقص التجهيز. هذا البرنامج يهدف أساسا إلى تأهيل مدينة بركان من أجل تحديث النسيج الحضري والتصدي للإكراهات الحضرية العامة، فضلا عن تحسين البنية التحتية وجودة المرافق العمومية والاجتماعية. أوراش متواصلة بالعالم القروي لفك العزلة وتمكين الساكنة من الولوج للخدمات الأساسية. إقليم شيشاوة من بين الأقاليم التي همت هذه الأوراش، والتي استهدفت فتح المسالك الطرقية الجبلية وتوسيعها. ريبورتاج حسن طباعي وسمير بركة. أشغال جارية لفك العزلة عن المناطق الجبلية عبر فتح المسالك وتوسيعها لتيسير الولوج لشبكة الطرقية. الأمر هنا ينسحب على طريق تمتد على أكثر من 22 كيلومترا بين منطقتين نائيتين بإقليم شيشاوة. هذا المشروع اللي كنعتبره مشروع بنيوي لتواجده في عمق سلسلة جبال الأطلس العربي، في واحد العلو ديال تقريبا واحد 2000 حتى 2400 على سطح البحر، سيفك العزلة على تقريبا واحد 8 دواور ديال الساكن، تقريبا واحد 5000 نسمة، وكذلك غيمكن الساكنة للولوج للخدمات الأساسية. المجتمع المدني وساكنة المنطقة أثنوا على إنجاز هذه الطريق بالنظر لأهميتها الاستراتيجية. هذه الطريق هذه تخفض أولا المدة ديال السفر، لأنه كان الساكنة كتعاني، يعني الساكنة كتقضي أزيد من 3 ساعات إلى وصول إيمين تانوت، ولكن بهذه الطريقة هذه غادي تقلص المدة ل45 دقيقة ل50 دقيقة. في نفس الوقت يعني هذا الطريق أساس ديال التنمية ديال أي منطقة، يعني إلا كانت هذا الطريق داس تدس البنية التحتية يعني ممكن نستمرها في التنمية المستدامة من هنا لقدام، حل في المشاريع ديال السياحة الجبلية ولا في حال هذه المشاريع، وأهم حاجة هي الفك ديال العزلة عن الدواوير. تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يكتسي أهمية بالغة في استقرار الساكنة القروية وتمكينها من الولوج إلى الخدمات الأساسية على طول السنة، تحقيقا للتنمية المستدامة حاضرا ومستقبلا. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحتفي بالفائزين في الدور الوطني المدرسي عن بعد. حوالي 82 رياضية ورياضي توجوا خلال هذا الدور عن بعد في منافسات الكاراتيه والتايكوندو والشطرنج، وكذا المسابقة الوطنية للإبداعات الحركية لجميع التلاميذ بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. في المتابعة حنان أرسلان وعبد الفتاح الزوين. 82 تلميذا وتلميذات توجوا على الصعيد الوطني في البطولة الرياضية الافتراضية. فترة الحجر الصحي كانت فرصة للمشاركة عن بعد في عدة رياضات كالكاراتيه التايكوندو الشطرنج والإبداعات الحركية. حتى اللي ترتبة الثانية في البطولة اللي كانت تقامت عن بعد، بطولة مدرسية، وبصراحة عاوني المدرب ديالي الأستاذ ديالي عن بعد، واليوم انا فرحانه بزاف حيت جايه ناخذ الجائزه ديالي. مشارك في رياضه التايكوندو الحمد لله حيت حصلت على مرتبه ثانيه، وفي الحجر الصحي كنت ريني، وانا فرحان دابا باش ناخذ الجائزه ديالي وحصلت على الرتبه اللي بغيت. الرياضة المدرسية كانت الانطلاقة لبروز عدة أسماء لامعة في مجال الرياضة، ولم تكن فترة الحجر الصحي لتمر دون استغلالها في تطوير المهارات الرياضية والإبداعية للتلاميذ.
وهذا اللقاء عرف المشاركة ديال حوالي 2600 تلميذ عن بعد، تلميذ وتلميذة اللي تألقوا في النهائيات بعد مجموعة من الإقصائيات 82 تلميذ وتلميذة. وحدة اليوم بهذه المناسبة كنتوجوا هاد الأبطال الرياضيين نيابة على باقي الأبطال الآخرين. تم توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين في البطولة الافتراضية المدرسية بمقر وزارة التربية الوطنية. هنا تنشكر هذه الوزارة اللي قامت بهذه البطولة هذه اللي عرفت مشاركة أزيد من 5 رياضات، تايكواندو، الكاراتي، سترونج، رياضات أخرى. هنيئا لهذه الأبطال لأن هذه البطولة لعبت واحد الدور خلال الحجر الصحي. باقي المتوجين في هذه المسابقة الوطنية سيتم الاحتفاء بهم عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بادرة لتحفيز الرياضيين الشباب على مواصلة مسارهم والاستفادة من الأنشطة الرياضية المدرسية. في صفحة الأنباء الدولية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 15 مليون، حيث تعد أمريكا اللاتينية من أكثر المناطق تضررا بأكثر من 4 ملايين إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة أكثر من ربع الإصابات في العالم. عبد الحي ناصر. وضع مقلق يعيشه العالم جراء استمرار تفشي جائحة كورونا في العديد من بلدان المعمور، لا سيما في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والتي تسجل أكثر من ربع إصابات العالم، وتعلن يوميا عن نحو 1000 وفاة لتراكم حتى الآن أكثر من 143 ألف وفاة، في حين اقتربت حصيلة الوفيات بالبرازيل ثاني أكثر بلدان العالم تأثرا بالوباء بعد الولايات المتحدة من 83 ألف وفاة. كما تعد البيرو والمكسيك وتشيلي من بين الدول العشر الأكثر تأثرا بالوباء، إذا سجلت كل منها أكثر من 300 ألف حالة. أما الهند فقد تجاوزت عتبة المليون إصابة وبعثت حاليا الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد المصابين. وبأستراليا أمرت سلطات ميلبورن ثاني كبرى مدن البلاد السكان بوضع الكمامات في محاولة لاحتواء العدوى بعدما ظهرت عدة بؤر في هذه المدينة التي تعيش أسبوعها الثاني من الإغلاق. ويترقب العالم إنتاج لقاح محتمل قد ينهي هذه الأزمة الصحية، ويتم حاليا تطوير أكثر من 200 لقاح وصل منهم 23 إلى مرحلة الاختبارات السريرية. ووافقت الولايات المتحدة على دفع نحو ملياري دولار لقاء 100 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره شركة أمريكية وأخرى ألمانية بشكل مشترك. في الملف الليبي، أعلنت أنقرة وموسكو أنهما اتفقتا على بحث تشكيل مجموعة عمل مشتركة لحل الأزمة الليبية والاجتماع لعقد الجولة المقبلة من المشاورات في موسكو في المستقبل القريب. جاء هذا الإعلان بعد أن عقد الوفدان التركي والروسي محادثات استمرت يومين في العاصمة التركية أنقرة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا وحث الفرقاء على الحوار السياسي الداخلي الليبي. ختام المشاهدين تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. إطلاق دليل عملي متعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى وأسواق الأضاحي تفتح أبوابها التزاما بالإجراءات الاحترازية نموذج تابعناه من سوق الماشية بتطوان. الميناء الترفيهي للسعيدية يستعيد تدريجيا ديناميته ويستأنف أنشطته الترفيهية والبحرية والرياضية، وجهة سياحية تساهم في تقوية العرض السياحي بالجهة الشرقية. أوراش متواصلة بالعالم القروي لفك العزلة وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الأساسية. إقليم شيشاوة من بين الأقاليم التي همت هذه الأوراش الرمي إلى فتح المسالك الطرقية الجبلية وتوسيعها. نهاية النشرة، أشكر بقائكم معنا في أمان الله.